السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا واستخدمنا ولا تستبدلنا، قولوا أمين. كالمعتاد برحب بكل متابعينا الكرام، وبرضه كالمعتاد بعرفك بنفسي، أنا أخوكم محمد عمارة، 32 سنة ويمكن يزيد شوية كده، بتاجر في الملابس، ادعوا لنا بطولة العمر بس تكون على طاعة الله. محتوى فيديو النهارده، طالما انت فتحت الفيديو وبتتفرج عليه يبقى انت عندك بضاعه راكده او عندك بضاعه جوه محلك ومش عارف تبيعها. طبعا انت عملت ايه؟ في ناس الاسبوع اللي فات وصلوني هنا في المكتب وجم نوروني البضاعه، خلاص قفلوها، جابوا البضاعه حطوها في قلب شنطه وقفلوا البضاعه وخلاص على كده وسابوا شغله الملابس والبضاعه مرميه، او عنده محل خلاص لم البضاعه وخد قراره ان هو يقفل المحل. لو حضرتك كنت ده او كنت ده وعايز تسمع مني اقتراح او نصيحه، لو عندك بضاعه راكده مش عارف تبيعها اونلاين، او عندك محل وعندك بضاعه راكده مش عارف تعمل بيها ايه، بامر الله في محتوى فيديو النهارده هقترح عليك حل ان شاء الله يفيدك. يلا بينا المحتوى فيديو النهارده، يلا بينا. اهلا بيكم من تاني. طبعا احنا كلنا تجار، سواء انت بتتاجر اونلاين، سواء بتتاجر من بيتك، سواء من محل، سواء من مكتب، ايا كان مفيش حاجه في التجاره اسمها مكسب من اول قطعه لحد اخر قطعه، مفيش حاجه في التجاره اسمها ان انا اكسب من الالف للياء. التجاره فيها مخاطره وفيها مجازفه، احنا بنجتهد ان احنا لما نشتري نشتري صح، ولكن مش بنعرف في الغيب، عندنا مقدرات بنشتغل عليها، ولكن في الغالب او احنا شغالين وارد جدا لو انت اشتريت 10 بيعات منهم 5 بيعات يجروا بسرعه، ومنهم بيعتين نص نص بنقول عليهم بيزكوا او بيعرجوا، ومنهم بيعتين ما بيتباعوش. هل ده معناه ان دي نهايه العالم، او هل ده معناه ان خلاص الم البضاعه واقول مش هشتغل في الملابس تاني؟ هل ده معناه ان انت لو عندك مكتب او محل تقفل محلك وخلاص على كده؟ لا، بامر الله لازم يكون في حلول، بامر الله اولا واخيرا. خلينا اقول لك ان احنا قلنا على قاعده شراء، كنا عملنا لها فيديو قبل كده وقلت لك عليها وهقول لك عليها تاني وتالت ورابع. لما انت تيجي تشتري لازم تلغي دماغك خالص، ما تفكرش بدماغك خالص، تركب دماغ العميل اللي انت هتشتري له البضاعه. لو انت هتشتغل اونلاين يبقى انت كده بتتسوق بضاعه للعميل اللي انت هتستهدفه على الاونلاين. لو انت هتشتغل من بيتك نفس الحكايه، بتشوف جيرانك وحبايبك وعمتك وخالتك وطنط وعمته وخاله وعمه انت هتبيع لمين، وبناء عليه حتى لو انت عندك محل بتشوف البيئه المحيطه اللي حوالين محلك. لو انت عندك مكتب وهتشتغل اونلاين او هتشتغل شحن او شحن، لا خلصت الكلام عشان ما نرغيش كتير، ان انت بتعمل حاجه اسمها الباير بيرسونا بتاعتك، ومن غير فلسفه الباير بيرسونا بتمسك ورقه كده بتحلل العميل بتاعك. العميل بتاعي سنه من كام لكام؟ العميل بتاعي طالب ولا بيدرس ولا قدراته المادية؟ العميل بتاعي يحب البالة ولا يحب الاستوك؟ العميل بتاعي اجيب له سينيهات ولا اجيب له بواقي تصدير ولا اجيب له مصري؟ العميل بتاعي دايما وانت بتشتري عند سين وصاد وعين وكاف، وانت بتتسوق سواء اونلاين او سواء اوفلاين، يعني من خلال مكتب او من خلال مصنع، لازم تحط دماغ العميل مكان دماغك وتبص للحتة وتسأل نفسك بلسان حال العميل، القطعة دي تعجب العميل اللي انا استهدفته وحددت عمره ولغته وسنه واهتماماته وبيحب ايه؟ تحلل العميل بتاعك وتكتب في ورقة وقلم كل الكلام ده عشان ما تنساهوش، وتشيل دماغك وتحط دماغ العميل. العميل بتاعي اللي احنا حددناه سابقا هتعجبه القطعة دي، جميل. بعد ما تسمع السعر وتضيف على السعر المكسب بتاعك المتوقع، يعني حد قال لك ان القطعة دي بمية وانت متوقع بتزود 50%، يعني 50 جنيه، يعني هتبيع ب150. تسأل نفسك السؤال تاني، العميل ده لما اقول له القطعه دي ب150 هيقول الله لقطه؟ الاجابه لو انت قدرتها او توقعتها بالله لقطه يبقى تشتري، لا غاليه او لا السعر عادي، حاجه من اتنين، يا اما انت تنزل من مكسبك شويه يا اما تفاصل في السعر لو في مجال للفصال او للخصم. دي كده قاعده الشراء اللي انت لازم تشتري بيها. حلل عميلك بلسان حال عميلك، تسأل نفسك اول ما عينك تيجي على القطعة، القطعة دي مناسبة لعميلي ولا لأ؟ وتالت سؤال بعد ما تضيف عليه مكسبك، لو الاجابة بعد اضافة مكسبك على سعر القطعة لقطة اشتري، لأ نص نص بلسان حال عميلك، يبقى حاجة من اتنين لازم ننزل في سعرها شوية. هننزل عن طريق حاجة من اتنين، يا اما تفاصل في السعر او تاخد خصم، يا اما تقلل من مكسبك شوية عشان نوصل لاجابة السعر ده لقطة. طيب احنا امر الله نفذ النهاردة وانا اتسوقت غلط، اشتريت حاجة غلط، اشتريت
اشتريت حاجه غير مناسبه ليا، اشتريت حاجه غير ما بتتباعش، حاجه راكده عندي في البيت في الاونلاين في المكان اللي بتاجر منه في المكتب في المحل. نعمل ايه؟ نلم البضاعه وخلاص على كده ويعوض علينا ربنا في فلوسنا. طبعا ربنا خير الخلف وخير المعوض، ولكن في التجاره لازم نتعلم ان احنا ازاي عندنا حاجه اسمها معدل دوران راس المال، او عندنا بيقولوها بلغه البلدي وبلغه التجار القديمه بيتقال عليها الجنيه اللي نايم. انت ال1000 جنيه او ال10000 جنيه ايا كان القيمه اللي انت شاري بيها بضاعه وراكده وحطيتها على جنب وقفلت الشنطه، او خلاص بتصفي المحل ونفسك اتقفلت ونفسك اتسدت، يا اما حطيت دماغك زي الرمل زي النعامه في قلب الرمل وسايبها كده. لا، انا مش عايزك كده، انا جاي اديك في فيديو النهارده طاقه ايجابيه وجاي ندردش مع بعض وبامر الله هنلاقي لها حل. بس قبل ما نتكلم في الحل لازم نقسم الموضوع نصين. هي البضاعه دي راكده ليه؟ علشان انت اتسوقت غلط. طيب جميل، هل الغلط اللي انت غلطته وانت بتسوق البضاعه، هل الغلط منك ولا الغلط من المصدر او التاجر او السورس اللي انت جبت منه البضاعه؟ تعال الاول نتكلم على الجزئيه الثانيه اللي هو لو الغلط من عند التاجر. يعني ايه الغلط من عند التاجر او المصنع او المصدر بتاعك؟ يعني مثلا اداك بضاعه فيها مشكله، او اداك بضاعه مقاساتها مسروقه، او اداك بضاعه فيها مشاكل، او اداك بضاعه مش انت اللي طالبها. يبقى اذا التاجر هنا هو اللي عنده المشكله. نبدا نعمل ايه؟ التاجر حاجه من اتنين، يا راجل كويس ومحترم وبيتقي الله، يا راجل عكس كده الا من رحم يا رب. جميل، احنا بنتكلم مع التاجر بنقول له ان انا دلوقتي اشتريت من عندك البضاعه دي غلط. وحاول طبعا اول ما بتستلم شغلك بتعمل الكلام ده، عشان مش معقوله تستلم بضاعه من تاجر النهارده وتيجي بعد شهرين ثلاثه تعرض عليه المشكله، فيبقى باقصى سرعه بتعرض المشكله على التاجر وان شاء الله يحاول يلاقي لك ليها حل. طيب دي المشكله عند التاجر. طب لو المشكله عندك انت يبقى انت اتسوقت غلط او استلمت غلط او اتاخرت في اكتشاف الغلط وبالتالي وانت بتبلغ التاجر. جميل، ليه انا عايز اقول لك كده؟ اوعى، خليك دايما صريح وتوسم في التاجر او في المصدر او المصنع ان هو محترم ويقدر صراحتك. اوعى دايما تدور على انا اسف في اللفظ ان انت تدور على شماعه تعلق عليها فشلك. لازم تواجه المشكله وتواجهها بقوه وتواجهها بشجاعه. بمعنى ايه؟ مش لازم تطلع التاجر هو اللي غلطان وهو الراجل عرض عليك المنتج وقال لك المواصفات وما كذبش عليك في حاجه والصوره طبيعيه او الفيديو طبيعي او انت عينت بضاعتك على الطبيعي او استلمت. ما تجيش بعد ما تستلم وربنا ما قدر لكش الخير في بيع البضاعه دي ان لازم يبقى المصدر بتاعي هو اللي عنده المشكله، نصب عليا، ضحك عليا، وافضل الطم على وشي واقول ان المشكله عنده هو، وانت عارف وانا عارف وربنا عارف ان المشكله عندك انت مش المشكله عند التاجر. طيب المشكله عندك انت، نعمل ايه؟ نروح للتاجر. وكل اللي هقوله ده مش فرض، ولو ما عملوش التاجر او ما عملوش المصنع مش معناه ان هو راجل وحش، معناه ان هو راجل مش قادر يساعدك، ولكن انت حاول تطرح عليه حلول للمساعده. هتروح للتاجر وتبدا تتكلم معاه ان انا عندي مشكله، اتسوقت غلط او جبت بضاعه غلط. يعني مثلا كانت الواقعه تحديدا بتاعه العميل اللي جالي هنا الاسبوع اللي فات، وكان في عميل تاني والله تواصل معايا برضه على تعليقات القناه وعلى الواتس ان هو فاتح محل كاجوال رجالي في حته محترمه جدا وحته شيك جدا، مش عارف في بلد ايه او في قريه ايه، بس في حته شارع تجاري جوه القريه دي. ولما نزل يتسوق ملابس كاجوال رجالي من شارع الترعه، واغلب شارع الترعه متوسط وشعبي وتحت الشعبي كمان. طيب وهو عارف وقال لي انا اتسوقت غلط، ولما جاب البضاعه لقى البضاعه كلها متكته مقاسات، يعني كل قطعه عليها سمول ميديوم لارج اكس لارج، ولكن في التلبيس كلهم مقاس واحد. جميل، هو ده الشغل الشعبي. يبقى انت كده الغلطه عندك ان انت اتسوقت منتج غير مناسب للعميل بتاعك. انت استرخصت وعندك عميل بكاجوال شبابي عايز حته نظيفه، وانت رحت اتسوقت من المكان الغلط. فانا هنا بقول لك روح للتاجر اعرض عليه المشكله، فهمه ان انا عندي مشكله في الموضوع الفلاني. لو تاجر محترم وتاجر كويس وقادر ان هو يحلك، لان هو ممكن يكون باع لك الشغل ده وانت بعد شهرين رايح له وهو باع الشغل ده وخلاص، او كان صيفي وقلب شتوي، او شتوي وقلب صيفي، او خلاص غير المنتج ده. يعني مش فرض، مش لو قال لك لا التاجر ده مش معناه ان التاجر وحش او ان التاجر ما عندوش ضمير. انت بتعرض عليه المشكله وبتقول له انا عندي مشكله في الموضوع الفلاني وانا اتسوقت غلط ومن فضلك عايز ارجع الشغل ده. وده اصعب الحلول مع التاجر، لان احنا كلنا دلوقتي بقينا في ظروف صعبه جدا وما بنصدق نبيع بيع. فاذا دلوقتي بتعرض عليه بنعرض الاصعب، يعني الاصعب
بتبدأ مع التاجر بالأصعب، عايز أرجع الشغل ده عشان أنا عندي مشكلة وأنا اتخرب بيتي وأنا مش عارف، بعيد عنكم يا رب، ربنا ما يكتبها على حد خرب بيت. المهم بتعرض عليه المشكلة، فطبعا التاجر ممكن يوافق، وده احتمال ضعيف جدا لأن ما بنصدق نبيع بيعة في ظل الظروف اللي أنا وأنت وكلنا فيها دلوقتي. جميل، فبنرجع بعد كده بنقول إيه، طيب من فضلك أنا عايز أرجع بخصم. بتقول له عايز أرجع بخصم. طيب التاجر ما وافقش، يعني مثلا لو انت شاري قطعه ب 100 بتقول له هعمل خصم 10% او 5% علشان خاطر ارجع الشغل ده. انا هدفي انك عايزك تمسك فلوسك اللي رقدت وراحت دي، انا عايز فلوسك دي ترجع لك تاني حتى لو باقل قدر ممكن. كمل معايا بس وهقول لك. المهم بنعرض على التاجر ان خلاص طب هرجع لك الشغل ده بخصم، يعني مثلا لو انا واخد منك فاتوره ب 1000 جنيه هديها لك ب 900، اديني فيها 900 وانت اعمل الخصم، مش عشان ربا، مش عشان حاجه وحشه، علشان هو بتديله صلاحية او بتديله ميزة ان ممكن ياخد منك الشغل ده ابو 100 يبيعه ب90 بس لغيرك، فبالتالي هو يعرف يطلع منه ويعرف يبيعه. رفض التاجر يبقى برضو كتر خيره. جميل، بنعرض على التاجر حاجة تانية، وهنا بقى بتجر فيها ريق التاجر زي ما بيقولوا، او بتحفز التاجر او بتشجع التاجر. قول له طيب بص انا عندي بضاعة ب1000 جنيه اللي انا عايز ارجعها واتيفر بقى ايا كان القيمة، انا هرجع ب500 بس، هعمل فاتوره من عندك ب2000 جنيه، انا بضرب لك امثله تقديريه، هعمل فاتوره من عندك ب2000 جنيه، هديك مرتجع ب1000 جنيه وهديك 1000 جنيه نقدي، يبقى انت كده العلاقه ايه؟ بقى الموضوع فيه ايه؟ خد وهات، يعني برضو ما هو عاوز يبيع، طيب ما وافقش على كده، طيب بص هعمل فاتوره ب2000 جنيه والمرتجع ب1000 جنيه هنحسبه ب900 جنيه وهديك ال1100 جنيه، كل دي حلول انت في البدايه تقدر تعملها مع التاجر. وتقدر برضو في حل تاني، طب هديك البضاعه ب1000 جنيه واديني مكانها بضاعه تانية. كل دي حلول تقدر تعملها مع التاجر، سواء التاجر المشكلة من عنده او سواء ان انت الغلط عندك وان انت اللي اتسوقت غلط وجبت بضاعة غير مناسبة. طيب خلاص قفلت خالص والتاجر ما وافقش وانت ما عرفتش تلاقي لها اي حل مع التاجر او المصدر او المصنع اللي انت جايب منه بضاعة، نعمل ايه؟ نرمي البضاعة، نقفلها في شنط زي ما اخونا الكريم ده عمل، ناخد قرار على قفل المحل وخلاص، يعوض علينا ربنا وربنا يعوض عليك وعلينا وعلى كل الناس يا رب. لا، مش هو ده الصح في التجارة، لازم يكون عندك إصرار ولازم يكون عندك عزيمة ولازم كل يوم يكون عندك أفكار. نعمل إيه؟ اعتبر يا سيدي إن أنت هتعمل إعلان ممول للمحل أو للمكتب أو لشغلك البيزنس بتاعك الأونلاين ده، هتعمل مثلا إعلان ممول على الفيسبوك مثلا ب 400 جنيه، خلاص كده ب 300 جنيه ب 200 جنيه ب 100 جنيه بأي حاجة. جميل؟ طيب أنت عندك بضاعة راكدة ب 1000 جنيه، هنضرب عليها كل مثال، عندي بضاعة راكدة ب 1000 جنيه، اعتبر نفسك إن أنت كنت هتعمل إعلان ممول ب 1000 جنيه ب 100 جنيه واخصم ال 100 جنيه دي وفرح بيها زباينك. يعني ايه؟ يعني اعمل عمليه ترويج للبضاعه دي. جميل، هتمسك مثلا اصناف بتاعه البضاعه دي، وهنا بقى هنسعر خلاص احنا عملنا الكلام ده بعد ما تعمل كل الحيل وتعمل بكل الاسباب انك تحاول تبيع البضاعه، وخلاص اتفقنا ان البضاعه راكده ومفيش فتله منها بتتباع. نعمل ايه بقى؟ احنا اشترينا السويت شيرت ده ب 100 جنيه، اول حاجه كده هنبيعه ب 100 جنيه زي ما هو. انت مجنون يعني عايزني اشاري البضاعه ب 100 جنيه القطعه وابيع ده؟ انا كده هبقى خسران النقل والمشال والاكراميات والمروح والمجي. ما انت ما عندكش بديل، انت عايز تكسب من اول قطعه لاخر قطعه، يكسب يا اما اقفل البضاعه وارميها. لا طبعا، مش دي مش تجاره ومش هو ده الحلول. احنا خلاص اتفقنا ان البضاعه ميته وراكده واحنا مش عارفين نبيعها، نعمل ايه؟ البضاعه اللي الحته اللي شاريينها ب 100 بيعها يا سيدي زي ما هي ب 100، هتخسر النقل والمشال والمصاريف والمروح والمجي، ما انت ما عندكش بديل، احنا اتفقنا ان هي راكده. ونوي اقول لك على حاجه، لو انت كنت شاري 100 قطعه وبعت 20 قطعه وكسبت وراكد من البيع ال 100 قطعه 80 قطعه وانت بعت 20، شوف انت كسبت قد ايه في ال 20 واخصمه من ثمن ال 80. يعني لو ال 80 قطعه واقفين عليك ب 8000 جنيه، طيب انا كسبت قبل كده 1000 جنيه في ال 20 حته اللي اتباعوا، اخصم ال 1000 جنيه من ال 8000 جنيه وتبقى البيعه كيتت معاك، يعني لا كسبت ولا خسرت. وال 8000 جنيه ال 1000 جنيه اللي كسبتها اخصمها من ال 8 كده واقفه عليا ب 7000 جنيه، يعني القطعه واقفه عليا ب 70 جنيه وبيعها برده ب 70 جنيه. جميل، طب انا مش عايز اخش في دي، عندي حل تاني هقول لك عليه. نعمل عمليه، وطبعا بقى ورق على البتارين، ونكتب عرض خاص جدا سويت شيرت اللي كانت جملته حضرتك مسعره ب 150 ونعمل تحتيه 75، او ما تكتبش طبعا، خد بالك من التموين لما تكتب على يافطه المحل او واجهه المحل السعر قبل والسعر بعد من غير ما تكون جايب تصريح من التموين، تتعمل لك مخالفه وقضيه في التموين. فتعمل ايه؟ البيع بنص الثمن،
سويت شيرت رجالي مثلا البيع بنص الثمن، بادي بناتي البيع بنص الثمن، اكتب بنص الثمن ولكن ما تكتبش السعر قبل والسعر بعد. يبقى الترويج على الصنف ده عشان نخلص منه. انت عندك في المحل 100 صنف تانيين، 50 صنف، 3 اصناف، 10 اصناف، ما هو الثلاث اربع اصناف التانيين بيكسبوا. هو احنا لازم نكسب في كل الاصناف؟ نعمل ايه؟ نمسك الصنف الراكد ده، عندي اصناف شغاله، نقول اشتري وخد هديه. يعني اشتري مثلا اعمل فاتوره ب 500 جنيه وتاخد هديه سويت شيرت من اللي هو ب 70 جنيه اللي هو اللي راكد عندنا. طيب عندك ادي حل. نخش على حل تاني، نعمل ايه؟ احنا جايبين القطعه دي ب 100 جنيه وما بعناش منها ولا فتله وهي واقفه عليا ب 100 جنيه وانت مسعرها 150 جنيه، قول اشتري قطعتين وخد الثالثه هديه. احنا الشعب المصري عايز كده، اقسم بالله. ممكن انا اخش المحل عندك او المكتب عندك واشوف الصنف ده 200 مره، ولكن طالما انت قلت لي خد قطعتين والثالثه عليهم هديه، هخش وهشتري الصنف ده وهسيب اي حاجة عندك واسأل على اول صنف ايه هو اللي عليه هدية. وبرضو نعمل دعاية ونعمل نشر القصة دي اللي احنا بنعملها، ما تبقاش عاملها لي جوه المحل، لا انا عايزها معلنة بره المحل. ولو عندك صفحة على السوشيال ميديا، وده اساسي طبعا، لو هتكون ما عندكش صفحة لازم تعمل الكلام ده وتعلن عنه. يبقى احنا كده عندنا الحلول، ان انت تبيع بنفس الثمن، ان انت تبيع بنفس الثمن مخصوم منه اللي كسبته من سابق، ونيجي بعد كده نقول ان احنا نعمل عرض اتنين وعليهم واحدة هدية. لو انت في البداية كنت مسعر كويس ومن الناس اللي بتحكسب 100%، يبقى انت هنا عندك صلاحية ان انت تعمل عرض قطعة وعليهم قطعة هدية. كده خلصنا كل الحلول؟ لا، لسه عندي حل واحد اخير هقوله لك، وده اصعب الحلول، وارجو ان انت تتفهمه وتتقبله. احنا تجار، وارد جدا ان احنا نكسب، وارد جدا ان احنا نكيت، يعني لا نكسب ولا نخسر، وارد جدا ان احنا نخسر. طيب انت النهاردة عملت بكل الاسباب وخلاص، ربنا مقدر لك الخساره، نعمل ايه؟ حطينا ايدينا على خدنا وخدنا القرار نقفل محلنا او مش هنشتغل في الملابس تاني. انا مش جاي على فكره اشجعك انك تشتغل في الملابس، شغله الملابس بقت مرهقه جدا ومتعبه جدا، والناس زهقت مني من كتر ما بطلع في فيديوهات اخوفهم من التجاره في الملابس. ولكن انا هنا في المحتوى ده بقول لك، لو انت رجليك جت وبالفعل مش بتشتغل في الملابس، فبطلع في فيديوهات توعيه اقول لك تتصرف ازاي وتعمل ايه. ايه هو الحل الاخير والبديل؟ ان انا هبيع بخساره. ما انت ما عندكش بدائل، هتفضل راكنها لحد ما البضاعه تعت ولا تكمكم ولا وفي الاخر هترميها. فيبقى نعمل ايه؟ يبقى انا عايز الم فلوسي. انا البضاعه دي واقفه عليا ب 2000 جنيه، الم منهم يا سيدي 1500 واستعين بالله واقف على رجليا تاني وخلاص. ما هو انت لازم تتعلم في فلوسك، ما هو التعليم زي ما بيقولوها مش ببلاش، التعليم بفلوس. انت النهاردة اتعلمت في 2000 جنيه، خليك فرحان لان انت كان ممكن تتعلم في 10,000 وفي 20,000 وفي 30,000. فهنا خلينا اقول لك ان اخر الحلول عندنا ان انت تبيع البضاعة بخسارة ب 2000 جنيه، امسك ال 1500 جنيه وانزل بقى اجتهد واشتري صح علشان تعوض خسارتك في اللي انت خسرته في البيعة الاولانية او في البضاعة اللي راكدة عندك. طبعا اخسر فيها كده، تشوف حد يشتريها، تشوف حد تعرضها ان هي جملة وبيعة واحدة وان شوت كده برايس بكذا، يا اما تستخدم الخسارة بتاعتك دي في عروض جوه المحل. يبقى انا بقى اللي استفدت بالخسارة، ما روحتش اديت لمحمد عمارة ولا غير محمد عمارة البيعة دي بواقي بنص تمنها او بتلات ربع تمنها، ومحمد عمارة هو اللي يستفيد. طب انا اللي استفيد بيها دعاية ليا، واعتبر ان اللي انا خسرته ده حتى اعلان ممول. يبقى حتى لو انت خدت القرار ان انت بتبيع بخسارة للغير، لا، جرب قبل ما تاخد القرار ده ان انت تعملها لنفسك وتكون انت المستفيد بالخسارة دي على سبيل الدعاية. انا اسف ان الفيديو محبط وانا مش مجهز له سكريبت، انا بس طالع لان المشكلة دي اتكررت كتير، فجاي مش هديك طاقة ايجابية ان انت لو مش شغال في الملابس تخش تشتغل في الملابس. لا، انا بقول لك لو انت عندك المشكلة دي، دي الحلول اللي انا اقدر اعرضها عليك، ودي الحلول اللي انا اقدر اقترحها عليك. مفيش تجارة مكسب من الالف للياء، مفيش تجارة مكسب من اول قطعة لحد اخر قطعة، كلنا معرضين للكلام ده وياما ورد علينا الكلام ده. ولكن التاجر المحترف بيعرف يطلع ازاي، بيعرف يلبس الطاقية ازاي، بيعرف يعمل عروض ازاي، بيعرف يتصرف. ولكن التاجر المبتدئ انا بعذرك، لان انا في يوم من الايام كنت زيك كده وكنت مبتدئ، فبغرق والدنيا بتقفل معايا وباخد قرارات عنيفة وبيأس. انا لا عايزك انت مش تاجرت ومش تاجرت في الملابس، استحمل بقى، واخد بالك؟ ربنا يعينك ويعيننا ويعين كل الناس يا رب. يا رب اكون في فيديو النهاردة وفقت ان انا اقدم لك اي معلومة مفيدة، يا رب اكون وفقت ان انا اديتك طاقة ايجابية، ويا رب اكون اديتك دليل او حاجة تساعدك ان انت تطلع من مشكلة عندك. لو انت كنت الشخص ده وما زلت معايا في محتوى فيديو النهاردة لحد الدقيقة دي منه،
زي ما بقولها لك دايما في كل فيديو، ما تنسانيش من صالح دعائك اهم ما في الدعوة، مش شرط تتكتب في تعليقات، المهم تكون بظهر الغيب وتكون طالعة وتكون صادقة وتكون طالعة من الناس. علشان ببدأ المقدمة بكلام بدعوة دينية وبنهي الكلام بدعوة دينية، فاكرني شيخ وفي واحد كتب لي تعليق انت مدعي الدين، مدعي الدين انت شفت مني ايه مدعي الدين، انا اقل من اقل واحد فيكم في التدين. فربنا يهدي الجميع. كان معاك اخوكم في الله محمد عمارة، تحياتي للجميع وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم.